الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام العشرين بعد المئة الأولى في سلسلة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إلى آخر الآية. قلنا في آخر درسنا السابق يوم الخميس الماضي إن كلمة ألم ترى هذه يفتتح بها كثير من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، البعض منها للفت نظر الرؤية العقلية إلى أمور ربنا سبحانه وتعالى عرفنا عليها وأطلعنا إليها، لكن الله عز وجل ينبهنا إليها ويؤكد لنا معرفتها، مثلا مثل قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. فكلمة ألم تر هذه تنبيه إلى شيء سبق أن عرفنا عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن كثيرا ما تأتي كلمة ألم ترى لإثارة العجب من أمر لأول مرة ربنا سبحانه وتعالى يطلعنا عليه، يعني الخبر الذي يطلعنا عليه ربنا لأول مرة عندما يكون مثيرا للعجب أو عندما يدعو إلى الالتفات والتنبه بصورة خاصة يبتدئه بيان الله تعالى بهذه الكلمة: ألم ترى. وهنا هذه الآية بهذا المدخل من القبيل الثاني لا من النوع الأول، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. الواقع لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أحد لم يكن على علم بشيء من هذا، إذن لماذا يقول ألم ترى؟ هم لم يروا. كلمة ألم ترى هنا فقط من أجل إثارة العجب من خبر سيحدثنا عنه غريب في بابه، غريب يلفت النظر. نعم، فكلمة إذن ألم ترى هنا
ليست تنبيها إلى شيء سبق أن عرفناه، لا هذا لم نعرفه، ولكن البيان الإلهي يستعمل كلمة ألم ترى هنا لكي يستثير غرابتنا وتعجبنا من الخبر الذي سيفاجئنا وسيخبرنا عنه. نعم، لكن مثلا عندما يقول الباري عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، هناك ألم ترى من قبيل الأول، لأن العرب في الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم عاشوا هذه القصة ورأوا كيف جاء أبرهة إلى مكة راكبا فيله متوجها إلى الكعبة ليهدمها. فالعرب اللي كانوا عايشين في ذاك الوقت كانوا على علم بذلك. إذن فكلمة ألم ترى هناك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فقط لتذكير الناس، تذكير الناس بهذا الأمر. والرؤية هنا ليست رؤية بصرية وإنما هي رؤية فكرية. نعم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الحقيقة الجماعة ما كانوا شايفين هذا الشيء، لكن كانوا يعلمون أهل مكة اللي كانوا موجودين في عصر البعثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن رأوا بأبصارهم بعيونهم دخول أبرهة ومحاولته وطيور الأبابيل، لكنهم عرفوا ذلك مما ذكره آباؤهم وأجدادهم، عرفوا ذلك. فقصة أبرهة كانت معروفة عند العرب كلهم. إذن كيف عم يقول ألم ترى وكلمة الرؤية عادة تكون للرؤية البصرية، مو هيك؟ لا، هنا كلمة ألم ترى لا تعني الرؤية البصرية وإنما هي تعني الرؤية العقلية. المهم هنا كلمة ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، المراد بكلمة ألم ترى تنبيه الناس إلى خبر غريب يثير العجب وليس لهم علم به من قبل، لا من الناحية العلمية ولا من ناحية الرؤية البصرية بشكل من الأشكال. نعم. طيب، ما هو هذا الخبر الذي يستثير البيان الإلهي تأملنا إليه ويستثير عجبنا منه؟ قوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذا الخبر الذي يباغتنا به بيان الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا أيها الإخوة أن البيان الإلهي ما ذكر لنا تعريفا عن هؤلاء الناس، وإنما قال ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم. طيب، من هم ومن أي دولة كانوا ولماذا خرجوا من ديارهم وما الذي خوفهم من الموت حتى خرجوا من ديارهم؟ ما ذكر لنا البيان الإلهي شيئا من ذلك. لماذا؟ لأن الغرض لا يتعلق بذلك التفصيل، وإنما يتعلق بهذا الذي سيذكره الله عز وجل. ونحن قلنا في دروسنا التي كنا نتحدث فيها عن علوم القرآن وآداب القرآن وأسلوب القرآن، قلنا إن القرآن عندما يحدثنا عن واقعة يركز على الجانب الذي للباري حكمة بذكره لنا، يركز على ذلك الجانب الذي فيه غرض، ولا يتحدث عن التفاصيل المتعلقة بالحواشي والذيول وما إلى ذلك. هذا منهج تربوي في القرآن،
لماذا؟ لأنه لو فصل لك وحدثك عن تفاصيل المسألة والزمان والمكان والسبب بيشتت ذهنك، ما بتتركز، ما بتركز على الغاية التي ساق الخبر الباري من أجلها. بصير بقى أنت بدافع من حب الاطلاع بتفكر بالمقدمة والعوامل والحواشي وزيد وفلان والدولة وطبيعة المكان وكل هذا. الباري عز وجل لا يريد منك أن تقف عنده، وإنما يريد أن يركز ذهنك على ما شاء الباري عز وجل أن تتنبه إليه لتأخذ منه العبرة لنفسك. هذا أسلوب القرآن دائما. نعم. فلما لم تكن هنالك مصلحة تتعلق بها الناس دولي مين هنين وبأي مدينة كانوا متابعين لأي دولة، نعم، وما الحدث الذي خوفهم من الموت حتى فروا من أوطانهم، مو المهم هنا، المهم أنه خرجوا من ديارهم حذر الموت، ولكن الله عز وجل أنبأهم لا بوحي نزل عليهم عن طريق رسول الله، وإنما أنبأهم بواقع رأوه بأعينهم أن الفرار من الموت عبث، وأن الموت لا بد أن يدرك الإنسان في ميقاته المحدد. نعم. لذلك لم يذكر لنا من هم هؤلاء الناس. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، لكن ما في مانع أن الإنسان بدافع من الرغبة في المعرفة أن يسأل التاريخ، أن يسأل من عنده علم بهذه الحوادث، لا مانع، لكن بعد أن يأخذ العبرة ويلتقطها كما شاء الله عز وجل. فهنالك من روى عن سيدنا عبد الله بن عباس أنهم كانوا عبارة عن أهل قرية، نعم، من أعمال فرس بلاد فارس قريبة من واسط، داهمهم الطاعون، وباء من أخطر الأوبئة، داهمهم الطاعون، فقرروا جميعا أن يخرجوا من تلك القرية فرارا من الطاعون، وفعلوا ذلك، خرجوا من هذه القرية لم يبق فيها أحد، فرارا من الوباء الذي نعم اقتحم هذه القرية. طبعا أنتم تعلمون لعلكم أن الشريعة الإسلامية تقرر أن والوباء إذا دخل مدينة أو قرية لا يجوز لمن كان فيها أن يخرجوا منها، ولا يجوز لمن كان خارجها أن يدخل إليها. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر عندما أقبل إلى بلاد الشام وكان أبو عبيدة قد سبقه وتم فتح الشام، وصل إلى مكان اسمه سرخ، واستقبله أبو عبيدة بن الجراح وآخرون، وأخبروا سيدنا عمر أن وباء قد دخل بلاد الشام، وكان في القوم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف: نعم، إن عندي من هذا علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا عندي خبر حكى الرسول عنه مثل هذه الحالة. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الوباء بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، إذا كان الوباء بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها،
وإذا سمعتم بالوباء أو بالوباء بأرض فلا تقبلوا إليها أو لا تدخلوا فيها. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندئذ رجع سيدنا عمر، وكان أحد الصحابة لم يسمع على ما يبدو كلام سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فقال له: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قضاء الله؟ فقال: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. نعم، نحن ما رح نقدر نهرب من قضاء الله. وين ما رحت قضاء الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينفذ. هذا حكم الله عز وجل. فهؤلاء فروا جميعا بقضهم وقضيضهم من تلك القرية هربا من الموت، أي هربا من الطاعون الذي يهدد بالموت. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلم هؤلاء الناس وكل من يسمع بهذا الخبر أن الفرار من الموت عبث واضح يرفضه العقل ويشمئز منه الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك لا نقول إنه عاقبهم، وإنما علمهم وبين لهم خطأ ما تصوروه وخطأ العمل الذي أقبلوا عليه من الفرار. فروا من الموت، ما في فرار من الموت. طيب، هي الموت شعب الشنصار. طيب، كيف تم الأمر؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. قلنا إن باري عز وجل عندما قال فقال لهم الله موتوا، ليس المعنى أن كلاما توجه من الله إليهم لينفذوا الموت في حق أنفسهم، أن لا بيقدروا يموتوا حال ولا يحيوا حال، ولكن كلمة فقال لهم الله موتوا أي أماتهم، يعني أماتهم بلحظة واحدة وأماتهم جميعا دون يعني تريث ودون تمهل، ناس بعض ناس بعض ناس، لا لا، هذا معنى كلام الله فقال لهم الله موتوا. هذا مثل قول الباري عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه السماوات والأرض التي خلقت بقوله كن فيكون، لكن أصلا ما في لا سماوات ولا أرض حتى تسمع كلام الله كن. واضح كيف؟ ما كانت موجودة. إذن شو معناه توجه إرادة الباري عز وجل في لحظة من اللحظات إلى إيجاد هذا المعدوم، سواء كان بتمهل أو كان بوقت واحد. نعم، فهذا معنى قوله تعالى فقال لهم الله موتوا. طيب، بعدين ألف فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. في هنا جملة محذوفة مقدرة، ما هي؟ فقال لهم الله موتوا فماتوا. كلمة ماتوا محذوفة، يعني الأصل أن يقال فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم. طيب، لماذا حذفت كلمة فماتوا؟ لأن للعلم بها، ولو أنها ذكرت الجملة بتصير ركيك. كلمة ماتوا ماتوا بتتكرر تصبح الجملة ركيكة في السمع ثقيلة على اللسان. لو قال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم، كلمة فماتوا ما عاد لها لزوم، لأنه لما قال فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم الجملتين بينوا أنهم فعلا قد ماتوا. والباري عز وجل إذا
قال لهم موتوا لابد أن يموتوا. وقلنا أن المسألة مو أنه توجه الباري إليهم بهذا القول فموتوا حالهم يعني انتحروا، لا مهك، أي أن الله عز وجل قضى ببالغ حكمته وكمال قدرته أن يميتهم جميعا فماتوا. نعم، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، فماتوا ثم أحياهم. ثم كلمة ثم أداة عطف لكن بتدل على فاصل زمني. هلا الفاء عاطفة وثم عاطفة، شو الفرق بيناتهم؟ الفاء تدل على أن ما حدث من الحياة رأسا. لو قال نعم فقال لهم الله موتوا فأحياهم، يعني معناتها ماتوا رأسا عادوا إلى الحياة. لكن لما قال ثم، ثم حرف عاطف لكن يدل على التراخي، يدل على التراخي الزمني. معنى ذلك أنه في فجوة زمنية بين موتهم الذي استمر الله أعلم كم وبين عودتهم إلى الحياة مرة أخرى. فكلمة ثم تدل على التراخي الزمني، لكن كم هو هذا الزمن الذي تراخى؟ علم ذلك عند الله عز وجل، وهذا أيضا لم ينبئنا به الباري سبحانه وتعالى. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. لا، لما بنرجع لكتب التفسير ناس بيقولوا بعد 8 أيام، ناس بيقولوا راحت سنوات طويلة وتحولوا إلى عظام نخرة ثم إن الله عز وجل أحياهم. وأنا أقول ما دام ما في هنالك حديث صحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك، والقرآن ما بين لنا، من الأدب أن نقول الله أعلم. ربنا عز وجل أوضح لنا أن مدة مرت وهم موتى، دلت على ذلك كلمة ثم، لكن كم هي هذه المدة؟ علمها عند الله. ومن الأدب أن نقول الله أعلم ما دام البيان الإلهي لم يشرح، وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر. هلا في بعض الإخوة بيقولوا طيب الصحابة يعني ما سألوا إنه يا رسول الله قديش عاشوا وكم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا جلسوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم هيمنت على قلوبهم الرهبة، والتزموا بأقصى درجات الأدب، فلم يكونوا يسألونه إلا الأسئلة التي تتعلق بهم لمعرفة حكم من أحكام الشريعة عائدة إليهم. فما كانوا إنه والله يا رسول الله احكي لنا إنه قديش تموا هدول الموتى، وبعدين بأنه بلد، وإمتى، بأنه قرن هاد، ما كانوا يسألون ذلك. بل ذكر أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفرحون إذا قدم أعرابي لأول مرة داخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش بيفرحوا؟ لأنه هذا الأعرابي الجلف لأول مرة جاي لعند النبي، لسه ما هيمنت هيبة المصطفى على قلبه، فبيعرفوا أنه بيسألوا أشكال وألوان، فكانوا يفرحون بمقدم هذا الأعرابي مشان يستفيدوا من أسئلته يلي بده يوجهها للنبي عليه الصلاة والسلام، نظرا إلى أنهم هم يخجلون ويستحيون ويرهبون من أن يسألوه الأسئلة التي تدخل في الفضول والتي لا حاجة لهم إليها لحكم لواجب لسلوك لعمل إلى آخر ما هنالك. لكن أنا اليوم ما شاء الله كان منترك الأمور اللي بتهمنا كتير كتير لسلوكنا وبنسأل
أسئلة كثيرة من قبيل الفضول ومن قبيل التسلاية ومن قبيل الرغبة في الاطلاع على شيء لا نعلمه. هذا هو الفرق بيننا وبين أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. هنا أيها الإخوة، كثيرون هم، وأرجو أن لا يكون بيننا منهم أحد، لكن يوجد كثيرون يذهب بهم العجب من هذا الكلام إلى درجة الشك والريبة، أنه جماعة طلعوا من القرية تبعهم كل ماشي الحال هربا من الوباء، كلهم ماتوا عن بكرة أبيهم بلحظة واحدة، لأن خطابا أو لأن إرادة من الله عز وجل قضت في إماتتهم، ما بي ولا واحد منهم. طيب ماشي الحال، ماتوا فعلا وحقيقة بعد يوم ولا جمعة ولا سنة ولا شهر ولا سنوات، عادوا مرة أخرى إلى الحياة، شلون ننسدها هي؟ وهل سمعنا أو رأينا في حياتنا أن فلانا من الناس مات ودفن ثم إنه عاد مرة أخرى إلى الحياة؟ في ناس يصعب عليهم أن يصدقوا هذا الكلام، وأقول مرة أخرى أرجو أن لا يكون فينا من هؤلاء الناس أحد، لأن الإنسان إذا عرف الله عرف ألوهيته، وإذا عرف ألوهيته أدرك أن من معاني ألوهيته الظاهرة أنه الخالق لكل شيء، الخالق لكل شيء، وأنه القادر على كل شيء، فهو خلق الموت والحياة. وهيك بيقول الباري عن ذاته، نعم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. ما خلاص، ما هو الذي خلق ما يسمى الموت وجعله قرارا ماضيا في حق كل حي، وهو الذي خلق الحياة سواء الحياة الأولى أو الحياة الثانية التي نحن على موعد معها. لكن هنالك أناس إيمانهم ضعيف لدن، وسبب ضعف الإيمان أسباب كثيرة جدا جدا. ربما إذا قرأ أحدهم هذا الكلام شك وارتاب وما إلى ذلك، فنحن نريد احتياطا أن نقول كلمة تطرد من أذهاننا احتمال الشك أو الريب أو حتى التعجب أو حتى التعجب. أنا أريد أن أسأل، ما الفرق بين الموت والنوم؟ الحقيقة لا يوجد فارق جوهري، إلا أننا عودنا الله عز وجل على أن نحيا بعد ما يسمى النوم، يجعل الباري عز وجل وفاة جزئيا، وأن يجعل الوفاة الأخرى اللي هو الموت وفاة مستمرة إلى اليوم الموعود. هذا هو، شوف الباري شو بيقول، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. واضح، الله كله توفت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت، يعني التي لم يحن بعد في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا كلام رب العالمين. نعم، أهل الكهف ماذا أخبر الله عز وجل عنهم؟ قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. شو التعبير ضربنا؟ خلاص لا في إحساس ولا في شيء، وديش سنين عددا.
ونحن نقرأ هذا في كتاب الله عز وجل، فمن عرف الله عز وجل عرف ألوهيته، ومن عرف ألوهيته عرف قدرته على كل شيء. لكن العجب بنوجد، سبب العجب شو هو؟ الألف وعدم الألف، فكل ما قد ألفته يذوب التعجب منه، وكل ما لم تألفه تتعجب منه، لا لأنك تنكره ولكن لأنك لم تألفه. واضح كيف؟ كثير من الأشياء نحن نؤمن بها لكننا إذا رأيناها تعجبنا منها لأننا لم نألفها، وهذا لا يضر بإيمان الإنسان. فالمهم أن يعلم الإنسان علم اليقين أن الله عز وجل قادر على أن يميت عبدا من عباده لشهر، ليوم، ليومين، لسنة، لسنوات، ثم يعيده إلى الحياة، قادر. ومن كان على شك من ذلك فقد كفر، وهيك قولا واحدا. نعم، ولكن إذا قال الله شلون هي بتصير؟ العجب لحاله، العجب سببه عدم الإلف. نعم، وأنا قلت مرة أو أكثر من مرة، نحن نرى أمورا هي كالموت تماما ولا نعجب منها لأننا ألفناها، ألفناها. هلا لما الشجر له موت موسمي، له موت، فمن ست شهور الشجرة بتلاقيها صارت كأنها حطب للحريق، ليس فيها نمو ولا اخضرار ولا شيء. طيب، بعد فترة ينتهي موسم الموت الذي شاءه الله لها، بيجي الربيع تهطل أمطار معينة، وإذا بهذه الشجرة التي ظلت ردحا من الزمن كأنها حطب للحريق بدأت تتمطى وبدأت تتفجر خضرة كما تعلمون وترون. ما حدا منا بيتعجب أبدا، ما حدا منا بيتعجب بشكل من هي في الواقع مثل الموت، مثل الموت تماما، بس لأن الله عز وجل جعل هذا المنظر يتكرر أمامنا ألفنا ذلك وصرنا نعلله ونشرحه وعلميا وشو عم يصير ما هيك. ولو شاء الله أن يكون للإنسان أيضا موت موسمي كموت الأشجار لوجدنا أن الأمر كذلك، ما كنا منتعجب. يعني لأنه ربي عز وجل شاء أنه الإنسان بيموت يدفن في القبر بعد 4 سنين مثلا، منقول 5 سنين، ما بتلاقي غير بدأ يظهر شيء من أعلى القبر أو أدناه، تفجرت تربة القبر عن شيء بدأ ينمو وينمو وينمو مثل خضرة الزروع، وبعد حين نما هذا الكائن وانفصل عن قبره وعاد حيا إلى داره. هلا لو رب العالمين شاء أن يكون الإنسان له هذا الموت الموسمي وألفنا ذلك نتعجب منه؟ كنا مندرسها بالجامعات شو عم يصير، ومسألة معروفة وندي فحوص فيها شلون عم يصير، وعم يصير تفاعل بين الماء والتربة والعظام وبعدين تتحول إلى آخره، قولا واحدا. لكن بما أن الله عز وجل لم يشأ ذلك، صار حديث القرآن عن هذا الشيء يثير العجب، العجب والاستنكار. بينما هذا الموت الموسمي للزروع والأشجار وما إلى ذلك، لأنه شيء يتكرر أمام أبصارنا لم نتعجب منه، فهذه هي الحقيقة. نعم، والباري سبحانه وتعالى ما دام هو الذي خلق الحياة الأولى فالحياة الثانية يخلقها وهو أهون عليه،
كما قال الباري سبحانه وتعالى. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أي فماتوا جميعا عن بكرة أبيهم، ثم بعد حين الله أعلم بذلك الحين أحياهم، أعادهم إلى الحياة. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أن الله يخاطبنا نحن أن لا نرهب من الموت رهبة تجعلنا نفر من أوامر الله، أن لا نرهب من الموت رهبة تجعلنا ننكص على أعقابنا ولا نجاهد في سبيل الله عز وجل عندما يأمرنا الله عز وجل. يريد الباري عز وجل أن يعلمنا من ذلك أن وباء إذا دخل قرية مدينة ينبغي أن نعلم أن هذا الوباء لا قيمة له ولا خطر فيه إذا لم يشأ الله عز وجل أن يجعله سببا لموتك. والباري عز وجل قبل ما يخلقك مقرر في علمه الغيبي كم ستعيش، إن اجت أوبئة ولا ما اجت أوبئة، قرر في علمه الغيبي ما هي السنوات والأشهر والأيام والساعات والدقائق التي ستعيشها، إن أجل وباء ولا ما أجل وباء، هذا لا علاقة له بالأجال بشكل من الأشكال. فربنا شاء من هذا الذي قضى به وخالف سنته، سنن الباري ما بتتبدل، من سنن الباري إنه الإنسان واحد إذا مات ما بيرجع للحياة، السنة ما بتتغير، لكن السنة بيصير فيها اختراقات. باري عز وجل يرسل اختراقات إلى سننه، اختراق مرة واحدة يعني. أما السنة من سننه تتبدل، تجي سنة محلها تنتصر، لا لا لا، ولن تجد لسنة الله تحويل، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى أبدا بشكل من الأشكال. طيب، لكن الباري يحدث اختراقات في هذه السنن من أجل أن نتعلم. يعني كأنه يقول يا ناس ما بيجوز الواحد منكم إذا كان موجود في مدينة وجاءها وباء أنه يهرب منها أبدا، وإذا كان كمان هو برا ما يدخلها. فالخوف من الموت بيجعل الناس ما ينفذوا هذا الأمر. الباري أرانا هذا اللي مشوفه أنا، وقت هذول هربوا من الموت كلهم ماتوا وبعدين أحيتوا. نعم، فكم من إنسان وجد في مدينة اجتاحتها الأوبئة وما إذا ما إجا القدر، ما مات، ما صار له شيء. في ناس طلعوا وراحوا هربوا ولاحقهم القدر. نعم، هذا ما شاءه الله عز وجل أن يبين له، أن يبينه لنا من خلال هذا الأمر. وطبعا الفائدة من ذلك الكلام هلا بده يجي، هذا تمهيد للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، دعك من الأوبئة، إذا نادى منادي الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فلا يخيفنكم الموت ولا يمنعنكم الموت عن الاستجابة لنداء الله عز وجل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا ما يريده الباري عز وجل، يريد يركز في أذهاننا أنه المخاوف لا بتقدم الموت ولا بتأخر الموت، القتال في سبيل الله عز وجل لا يجعل الآجال تتحرك عن مواقيتها، لا تقدما ولا تأخرا. وأظن أنكم جميعا تذكرون كلمة قالها سيدنا خالد بن الوليد قبيل وفاته في مرضه، وما ما ما مات في ساحة القتال، قال لقد عشت كذا وكذا، نعم غزوة، وما
موضع في جسدي إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. هكذا قال سيدنا خالد بن الوليد، وكلام صحيح، هذا كلام من يؤمن بهذا الذي يقوله لنا الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة لا ريب فيها، وإذا علمنا ذلك، إذا علمنا هذه الحقيقة، يحدث الله عز وجل على أيدينا أيدي عباده المؤمنين المؤمنين حقا الخوارق، معجزات التأييد، معجزات النصر. نعم، يعني أنت لما تؤدي واجباتك التي أمرك الله عز وجل بها انطلاقا من إيمانك الحقيقي بالله، أنت ما عم تعتمد على قوتك، عم تعتمد على قوة مين؟ رب العالمين. ما عم تعتمد على يعني خوارق القدرة والحيل وما إلى ذلك التي تستطيع أن تبدعها، وإنما تعتمد كل في كل ذلك على الله سبحانه وتعالى. وأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم هكذا كانوا. نعم، فمن أجل ذلك الباري عز وجل أوضح لنا هذه القصة، فكأنه يقول لنا الآن: سألفت نظركم إلى الجهاد وإلى القتال في سبيل الله. طبعا الجهاد في سبيل الله له ضوابطه، له قيوده، وله معاني في كتب الفقه أبواب، من جملة الأبواب باب الجهاد في سبيل الله، متى يكون واجبا ومتى لا يكون. نعم، ومتى يكون الجهاد في سبيل الشيطان، كل هذا معروف. نعم، وأنا سبق أن ألفت كتابا سميته الجهاد في الإسلام، كيف نفهمه وكيف نمارسه. نعم، يجب على الإنسان أن يعلم ما قد شرعه الله عز وجل، حتى لا يجبن إذا دعا الداعي الإسلامي، إذا دعا الله إلى الجهاد، وحتى لا يغامر إذا دعا الشيطان إلى الجهاد. فهنالك دعوتان، دعوة الشيطان يلبس إلى ما يسميه في الذهن جهادا في سبيل الله، وهو جهاد في سبيل الشيطان، وهذا من عصر الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجود، كان في زنادقة وكانوا يوهمون ويلبسون على الناس. وفي هنالك الجهاد الذي شرعه الله ينبغي أن لا تتقاعس عنه. طيب، كيف نعلم ونفرق هذا عن ذاك؟ بالرجوع إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، بالرجوع إلى شريعة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام شرح لنا وبين لنا وأوضحنا، إلا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ذكره عندما حدثنا عما سيجري بعده، لأنه في أحاديث ذكرنا. هو قال أن الباري عز وجل أراني ما سيجري من بعدي. نعم، قال: من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي بفي عادية فليس مني. هذا كلامي، كلام رسول الله في الصحيح، صحيح مسلم وغير مسلم. من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي بفي عادية فليس مني. فإذا جاء واحد فز وقال أن أنا أجاهد في سبيل الله ولبس رداء الجهاد في سبيل الله، خلاص، إن كانت لديه معرفة بدين الله الشيطان ما بيستطيع يغوي. مبين هذا ليس جهاد، هذا يجعل رسول الله يبرأ منك، وطبعا معنى ذلك أنت أيضا تبرأت منه، فليس مني ولست منه يعني. نعم، ولكن هنالك ضوابط إذا علمها الإنسان وتبينها مبسوطة في كتاب الله، سنذكر بعضا منها فيما بعد. نعم،
فالباري سبحانه وتعالى في هذه الحالة نعم يكتب الأجر الوفير ويضاعف الأجر الجزيل للإنسان على جهاده، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين. ها نحن نلحف في الدعاء ونلح في الرجاء يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، إن كرمك جرأنا على الوقوف في بابك، وإن صفحك عنا جرأنا للالتصاق بأعتابك. فيا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، لا تصرفنا عن بابك خائبين، لا تصرفنا عن باب كرمك وجودك ونحن صفر الأكف يا رب العالمين. أعطي كل واحد منا سؤله يا مولانا، يا الله يا الله يا الله، أعطي كل واحد منا سؤله بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وبصفاتك الأسنى وبكلماتك التامات كلها يا رب العالمين، وبالأبدال الذين استودعتهم فوق هذه الأرض المباركة، أن تكلأ بلدك المبارك هذا بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأن ترد عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن تكف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.